نفت وزارة الدفاع الأمريكية مشاركة أي قوات عسكرية في ضربات بإيران في إشارة للهجوم الذي تعرضت له منشأة عسكرية في أصفهان. يأتي ذلك بعدما كشف مسؤولون أمريكيون لصحيفة وول ستريت جورنال أن إسرائيل هي من تقف وراء الهجوم بطائرات مسيرة. وكانت وزارة الدفاع الإيرانية قد أعلنت في وقت سابق تصديها لهجوم شنته ثلاث طائرات مسيرة على مصنع للذخيرة في محافظة أصفهان بجوار موقع تابع لمركز أبحاث الفضاء الإيراني، والذي فرضت عليه الولايات المتحدة عقوبات بسبب عمله على برنامج إيران للصواريخ الباليستية.